اللي ماشي قدام ان بيتمخر ده رئيس ماكرون رئيس فرنسا طبعا، ما هو كان من اكتر الناس الداعمين لحريه التعبير عن الراي، ولما اتسال عن الرسومات المسيئه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ده فن ولازم نحترم الفن وندعم حريه الراي في كل دول العالم. اللي احنا بقى بنشوفه النهارده ده مواطن فرنسي اصيل من الناس المتطرفه والمتشدده، وهو بيعبر عن رايه بس مش في ورقه وقلم ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، لا لكن على وش الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه. اتفرج معايا على القلم، حاجة كده تفرح. اه طبعا المواطن اتسحل بعد القلم ده، بس يعني دي دولة بتعبر عن رأيها، هو حر يعبر عن رأيه والدولة برضو بتاخد حقها وتعبر عن رأيها. طبعا ربنا أراد إن ماكرون ياخد القلم قدام 7 مليار بني آدم، وسائل التواصل الاجتماعي كلها اهتمت بيه، منهم 5 مشتركين في القناة عندي. لو أنت حابب رقم 6 ففضل متبخلش علينا بالسبسكرايب وتابع القناة عشان توصلك أي حاجة جديدة نعملها.